عمادة القبول وشؤون الطلاب. يمكنك عزيزي الطالب الوصول للعمادة عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني باتباع الخطوات التالية: قم بفتح موقع الجامعة، ثم الضغط على إدارة الجامعة، وقم باختيار العمادات المساندة، ثم الضغط على القبول وشؤون الطلاب. كما يمكنك الوصول إلى الخدمات الطلابية المختلفة عن طريق تسجيل الدخول من الصفحة الرئيسية للجامعة، ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور التي ستصلك برسالة نصية إلى رقم الجوال المسجل في النظام، ثم الضغط على لوجين لتظهر الخدمات المتاحة لك عبر النظام. وهناك بعض الإجراءات الأكاديمية المهمة يجب عليك التعرف عليها. أولاً، طلب البطاقة الجامعية، وهو تقديم طلب إصدار البطاقة الجامعية عن طريق الخدمات الطلابية برفع الصورة الشخصية، ويتم استلامها بعد الطباعة من عمادة القبول وشؤون الطلاب. ثانياً، تأجيل الفصل الدراسي، ويتمثل في عدم تسجيل الطالب مقررات دراسية للسنة أو الفصل الدراسي المراد تأجيل الدراسة فيه بطلب من الطالب، ولا يحتسب ضمن الفترة النظامية للتخرج، كما أنه لا يحق لطلبة السنة الأولى المشتركة تأجيل الفصل الدراسي. ثالثاً، الاعتذار عن الفصل الدراسي، وهو عدم مواصلة الطالب الدراسة للسنة الدراسية أو الفصل الدراسي الذي سجل فيه بعذر مقبول، مع احتساب فترة الاعتذار ضمن المدة النظامية للتخرج، ولا يحق لطلبة السنة الأولى المشتركة الاعتذار عن الفصل الدراسي. رابعاً، الانسحاب من مقرر دراسي، وهو عدم مواصلة الطالب لدراسة مقرر بعد تسجيله، ويرصد له تقدير عين دون أن يعد راسباً، على ألا تقل عدد الساعات المسجلة عن الحد الأدنى 12 ساعة، ولا يحق لطلبة السنة الأولى المشتركة الانسحاب من مقرر دراسي. خامساً، طي القيد، وهو إنهاء علاقة الطالب بالجامعة عن طريق الفصل أو الانسحاب أو الانقطاع، وذلك في حال رسوب الطالب في 3 مقررات أو أكثر من مقررات السنة الأولى المشتركة، أو إذا لم يجتز الطالب متطلبات السنة الأولى المشتركة خلال 3 فصول دراسية. سادساً، تغيير التخصص، ويستفيد الطالب من هذه الخدمة مرة واحدة فقط طيلة مدة دراسته الجامعية، ويتم تنفيذ الطلب في الفصل التالي للموافقة على الخدمة، كما أنه لا يحق لطلبة السنة الأولى المشتركة تغيير التخصص إلا بعد إنهاء متطلبات الدراسة. سابعاً، تغيير الفرع، وتنفذ هذه الخدمة حسب المتاح من التخصصات والمستويات الدراسية في الفروع، ويتم تنفيذ الطلب في الفصل التالي للموافقة على الخدمة. ثامناً، المسائل المالية، تتطلب المسائل المالية الاطلاع على التقويم الدراسي وتسديد الرسوم أولاً بأول، يمكنك من طلب أي خدمة من الخدمات الطلابية. وهناك مسائل مالية متعلقة بالاعتذار عن الدراسة والانسحاب من الجامعة ومعادلة المقررات. تاسعاً، الإعفاء من الرسوم، وهذه الخدمة تمكن الطلاب المنتمين إلى عاصفة الحزم والأيتام المنتمين إلى بعض الجهات التي لديها اتفاقيات مع الجامعة من تقديم طلب الإعفاء من الرسوم لقسم التسجيل، وذلك عبر خدمة الإعفاء من الرسوم الدراسية عبر الخدمات الطلابية. كما أن العمادة توفر للطلاب والطالبات العديد من الأنشطة الطلابية الثقافية والاجتماعية والرياضية، وللإطلاع والاستفادة من اللوائح والأنظمة الخاصة بالجامعة السعودية الإلكترونية يرجى زيارة موقع الجامعة، ثم الضغط على إدارة الجامعة، وقم باختيار العمادات المساندة، ثم الضغط على القبول وشؤون الطلاب، ثم اختيار اللوائح والأنظمة. ولمعرفة ما يستجد يرجى متابعة الإعلانات عبر زيارة موقع الجامعة وحساب الجامعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما أنه يمكنك التواصل معنا عبر قنوات الاتصال التالية والتي تتمثل في أقسام العمادة الرئيسية الأربعة: قسم القبول، والذي يعنى بشؤون القبول والبطاقات الجامعية والانسحاب من الجامعة عبر البريد الإلكتروني; قسم التسجيل، والذي يعنى بشؤون التأجيل والاعتذار والإعفاء من الرسوم وتغيير الفرع عبر البريد الإلكتروني; قسم شؤون الطلاب عبر البريد الإلكتروني; قسم شؤون الخريجين عبر البريد الإلكتروني.